تواجدي وصايف محمد بن خلفان بن علي الرفيسه الاكتبي هو من حلف المركز الثالث. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، وهذه هي الشاهينية، وهذه هي انطلاقاتها بالتوقيت الأفضل، وهذا هو خليفة بن عوض بالقيلة العامري. عيال الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الاعزاء، على البركه والتوفيق. ينطلق شوط ايضا رائع وشوط مميز مع هذه الانطلاقات الرائعه والمميزه. المركز الاول وصداره هذا الشوط الشامي ناصر بن حمد بن الناصر العامري مع المركز الاول، يليه المركز الثاني هملول حمد بن الدحبه بن قنزول العامري على المركز الثاني، وبدوري اخذ المركز الثالث. المركز الثالث المركز الثالث، هنالك الوصول ايضا والقوة من خلال حضور شاهين مبارك بن حمد بن محمد بن 70 المحرمي، وعلى المركز الرابع يا سلام يا سلام، هنالك مشكور عبد الله بن مبارك بن عيه الشامسي مع المركز الان الرابع، وعلى المركز الخامس تدخل قوي ايضا من السنافي عوض بن سعيد بالكيله العامري، وايضا هنالك وصول من مصيحان السيد محمد بن صالح بن حرمش المنصوري على المركز الخامس، وبدوري اخذ المركز السادس. المركز السادس مشاهدينا الاعزاء، هنالك تدخل من الزاويه الاخرى، وشاهين احمد بن جمعه بن مبارك الخيلي انتقل نقله جميله سريعه الى المركز المتقدم، بينما هنالك الاسماء الخادمه بكل قوه. هنالك وصول من ملبي سالم او سعيد بن سالم بن مطر بن حاذه الاكتبي مع القوه، بينما هنالك تدخلات قويه من مايهاب محمد بن سليمان بن حمود الوهيبي، واصل ايضا ومشارك ومشرف هذا المكان، بينما هنالك وصول من شاهين حمد بن خميس الدميثي المنصوري مع المركز التاسع، وعلى المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الاعزاء الوصول ايضا من مشرف لسيد حمد بن عبد الله بن خزام العامري. هذه هي الاسماء مشاهدينا متابعينا الاعزاء. اعود الى المقدمه والى القوه والى الانطلاق مع المركز الاول ومع صداره يا سلام. المركز الاول و1500 متر الانعطاف الاخير، الانعطاف الاخير وصدارة هذا الشوط، والمركز الاول والقوة حاضرة مع السنافي. عز الله انك سنافي، ان ظليت على هذا المنوال وعلى هذا ايضا الخطى القوية والرائعة والمميزة يا السنافي، وتعود ملكية السنافي للسيد عوض بن سعيد بالكيله العامري مع المركز الاول. الدور دور المركز الثاني، هنالك الشامي يا سلام، هذه الاسماء القوية السنافي والشامي على الاول والثاني، وتعود ملكية ايضا الشامي لناصر بن حمد بن قناصر عامري. والدور دور المركز الثالث، الوصول من كفو سعيد بن محمد بن مبارك الخيلي ايضا واصل مع المركز الثالث، ولكن الوصول القوي من العمال سالم بن حمد البطين المري ضيف عزيز من المملكة العربية السعودية، بينما هنالك الوصول من الجهة الاخرى ومن ضمن الاسماء الواصلة والباحثة عن التحديات سهيل بن الرملي بن محمد العامري، ووصول ايضا من قبل مشرف حمد بن عبد الله بن خزام العامري، وعلى المركز التاسع هنالك قوة حاضرة ايضا مع وقاد راشد بن ضعيف بن حمد بغدير الكتبي. اعود الى المقدمة، ما شاء الله الهاتريك والسوبر هاتريك ومزيدا ان شاء الله من النقاط المتكررة بالتوقيت وبالانتصار وبالنقاط الذهبية وبالنقاط الزرقاء كالسحب وايضا كالسماء الصافية وكالبحار وكالنواميس الى الناموس. تقدم الى الخير، ابدع ويا ارشيف سجل ويا نقاط تكرري، الناموس والفرح والسعادة والبسمة مع هذا الشعار عوض بن سعيد بالكيلة. مشكور يا ابو سعيد، مشكور يا ابو سعيد، ما شاء الله. هذا هو السنافي، هذا هو السنافي من بداية الشوط حتى النهاية. سلام عيناوي، سلام عيناوي، وسلام يا العامري، سلام.
ما شاء الله ما شاء الله، هذه النقاط تتكرر مع هذا السنافي ومع هذا الشعار باختلاف الاسماء. هذا هو السنافي مشاهدينا الاعزاء، عوض بسعيد بالكيه العامري مع الناموس والمركز الاول، المركز الثاني شاهين سهيل بالرملي بن محمد العامري، المركز الثالث كفو سعيد محمد بن بارك الحمدش، وفي المركز الرابع هنالك وصول من شعار بن نصر صالح بن محمد بن نصر العامري اللي هو عنيد على المركز الرابع. وعلى المركز الخامس مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء العمال سالم بن حمد بن علي البطحين مع المركز الخامس. هكذا مشاهدينا متابعينا اينما كنتم اينما تتابعون هذه الصوت هذه الاصوات وهذه الصور الحية على الهواء مباشرة عبر هذا الاثير وعبر هذه اللقطات الرائعة وعبر هذا البث ومتابعي قنوات ابو ظبي الرياضية التي تنقل دائما هذه الاحداث مستمرة بمتابعة هذا المخرج المتميز دائما وابدا اسامة الهواري. التوقيت الزمني 6 دقائق ثانية واحدة بالوفاء والتمام السنافي عوض بسعيد بالكيلة، والمركز الثاني كان من نصيب شاهين. التهنئة الكبيرة للسيد سهيل بن الرملي بن محمد العامري وتوقيته 6:06 ما شاء الله، 6 دقائق 6 ثواني وستة أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، بينما المركز الثالث 6 دقائق 8 ثواني وجزءا واحدا من الثواني. أهالي الختام ما شاء الله وحضور بن حمدش